طيب بصوا، انا يعني انا والله ما عارف ابدا منين. يعني انا محروج اصلا وانا بعمل فيديو من فتره كده بسيطه. كان اللي يعني كان التيك توك ده عيب يا ابني، ما ينفعش تبص عليه اصلا، لا تنزله ولا تفكر تعمل عليه محتوى. انت بتقول ايه؟ مش عارف بصراحه ايه اللي حصل اليومين دول، وخلاص بقى الفراغ فشخنا لدرجه ان ايه، عادي بقى تيك توك، ايه المشكلة يعني؟ ممثلين الدنيا والاخرة، وبكلمك مش بترد. طب واللي قاعدين نقول عليه وحش بقالنا كرون، خلاص خلاص بقى الوضع، وانت شايف الازمة والدنيا. انا مش عارف يعني، التيك توك ده جدال كبير قوي يطول شرحه، انا مش عاوز اقعد اهري في الموضوع. يعني بكل بساطة ده تطبيق زيه زي اي تطبيق، تقدر تستخدمه استخدام كويس، تقدر تستخدمه استخدام وحش عادي جدا. انا عن نفسي متابع ناس، والتايم لاين بتاعي كله هوريه لكم كمان شويه، كله تايم لاين لذيذ جدا جدا، زيه زي يوتيوب زي انستجرام. فقشطه يعني، انت تعرف تحدد ده، وانا هقول لك بقى يعني، دي وظيفتي بقى النهارده، اقول لك تحدد ده ازاي، واقول لكم على شويه اوبشنز كده ممكن تكون مش عارفها فيه. وبصراحه انا برضو عملت اكونت عليه، يعني هو تطبيق بيجيب فيوز مليون، خد مليون فيو عادي، مش عارف ازاي وانا اصلا ما عنديش الا 5 فولورز حاجه كده. اول حاجه هي ممكن تكون حاجه بديهيه على فكره، لان انا برضو مش متعمق قوي في الاب ده، بس هي حاجه مفيده جدا جدا، وهي النوت انترستد او الغير مهتم. الاوبشن ده اهم اوبشن في الاب ده من وجهة نظري، هو الاوبشن اللي بيحدد انت عاوز تتفرج على ايه، انت عاوز المحتوى اللي قدامك يظهر ايه. وعلى فكرة عملي جدا جدا واجريسيف، يعني بكل بساطة اي فيديو يجي قدامك انت مش عاوزه، اضغط عليها شوية بيطلع لك ان انت تسيف الفيديو، او ان انت تحفظه، او ان انت تقول له يا صاحبي انا مش عاوز اشوف المحتوى، مش مهتم بيه. تمام؟ الموضوع ده بيخلي اولا الحاجه الوحشه ما تنتشرش. يعني لو في فيديو وحش وبياخد طريق انتشاره وانت ما عملتلوش نوت انترستد، هيكمل في الطريق ده. بمجرد بقى ان انت قلت له هو طالع كده، والله يا صاحبي انا مش مهتم بده، وانا كمان قلت، بنقعد بقى فاهم نوقف له الطريق بتاع الانتشار ده، فبيموت وبيهدى خالص وما بينتشرش. طيب الحاجه الثانيه، يعني لو انت مش عارف، تيك توك هو من اكتر الابس على موبايلك اللي بتستهلك نت. ايوه يا صاحبي والله ايوه، يعني مش عشان هو والله الفيديوهات في 5 ثواني فقشطه يعني والدنيا جميله، لا لا، انت بتقعد على تيك توك تتسحل، احنا عارفين كلنا، بتقعد سوايب لحد ما تموت. يعني اصل الواحد بيقعد بالليل يقول بس ربع ساعه اشوف كده البتاع ده عمل ايه. والله باجي ابص الاقي الشمس طلعت بقى، والظهر بيأذن عليا، واليوم التاني يشتغل، والناس بتقوم تاني. فهو بيسحل جامد، والواحد ما بعرفش يسيبه، وده بيستهلك كتير جدا جدا من النت. والموضوع للاسف اوتوماتيك، يعني انت حسب النت عندك كويس فالفيديو هيظهر لك بكواليتي كويسه، انت ما تقدرش لسه تتحكم انت عاوز الفيديو يبقى كواليتي ايه. يمكن محتوى انا مش عاوز فيه كواليتي، انا عاوز اسمع مثلا صوت، لا. فالوضع اللي انا هكلمك عليه دلوقتي هو وضع اسمه داتا سيفر، وده بكل بساطه تقدر توصل له عن طريق ان انت تدخل على البروفايل بتاعك وتضغط على ال3 نقط اللي فوق اللي هيبقى فيهم حاجات كتير هنتكلم عليها، وتنزل تحت شويه لحد ما توصل لداتا سيفر، او بالعربي غالبا هتبقى توفير البيانات. وده بمجرد ان انت تفعله يا صاحبي هيحاول ان هو طول ما انت فاتح باقه يخلي الفيديوز كلها على اقل كواليتي ممكنه، بحيث ان هو يوفر لك من النت بتاعك. تمام. اللي بعد كده بقى هو، بما ان كده اليومين الجايين بقى خلاص انتشار بقى، والناس كلها بقى عندها اكونتات عادي، ومعادش حد خايف بقى ولا بيتحرج من الموضوع، عادي خلاص ابعت له اللينك على تيك توك، ايه المشكله يعني؟ فانت قدامك طريقتين للموضوع ده. اول حاجه ان انت تاخد على ال3 نقط برضو وتختار الاختيار بتاع مشاركه ملف التعريف، وده بتضغط عليه كده بيطلع لك اوبشنز بقى كتير، والله نسخ، تشيروا على الواتساب، تشيروا على الماسنجر، تشيروا على فيسبوك، خلاص بقى ده اللينك بتاع الاكونت بتاعك. تمام. بس في حاجة أروش من كده، وهي التيك توك كود. بتدخل برضه على ال3 نقط تلاقي حاجة اسمها تيك توك كود، وبتضغط عليه بيجي لك كود كده شكله روش كده وبتاع. طب خلاص بقى، يعني احنا وفرنا الباقة وشلنا الحاجات اللي مش عاوزينها وشيرنا بروفايلات بعض، تمام، عاوزين بقى نستخدم الآب، ايه الجديد بقى؟ والله أول حاجة حلوة أنا ما كنتش متوقع إن هي موجودة فيه، يمكن كلكم عارفينها يعني بس أنا مش عارفها، وهي الدارك مود. الدارك مود على الاب ده حلو قوي.
تقدر برضو تدخل على الثلاث نقط اللي فوق وتسوايب شوية كده، هتلاقي اوبشن الدارك مود. حاجة كمان انا شايف انها لذيذة بصراحة، يعني لو انت عاجبك فيديو قوي على تيك توك روش مثلا لكلب مثلا لطيف بمنظر طبيعي جامد، طريقة تصوير حاجة معينة انت عاوز تفكر نفسك بيها، شكل معين حلو يعني، فانت ممكن تحمل الفيديو ده لايف فوتو، هتلاقي اوبشن كده عندك لايف فوتو، خلاص اتحمل، ادخل على المعرض واضغط على الصورة دي واعملها وول بيبر او خلفية للموبايل، هتيجي تبص تلاقيها بقت خلفية متحركة، مجرد انت تعمل كده الموبايل وتضغط عليها شوية الفيديو اللي انت كنت شايفه على تيك توك بيتحرك معاك وخلفية وبتاع. الحاجة التانية بقى وهي حاجة مهمة برضو جدا من وجهة نظري، علشان لو عندك اطفال، عندك حد ما تش واثق فيه قوي، او يعني عاوز تلمد كده الوقت اللي بيصرفه على الاب ده، فبرضه هتدخل على ثلاث نقط وتسويب شويه، هتلاقي وضع عندك اسمه الرفاهيه والمتعه تقريبا. الاوبشن ده بكل بساطه انت بتعمل باسورد معين، وبعد 60 دقيقه من استخدام الاب ده بيطلب منه الباسورد. الموضوع ده جامد قوي، يعني انت خلاص اخدت الموبايل، والله يا باشا عاوز تدي لابنك ولا عاوز تدي ليميت لنفسك ولا ايا كان الوضع، والله خد الموبايل اهو ساعه بالظبط وهطلب منك الباسورد. مش هتعرف تعمل اي حاجه، مش هتعرف تسوايب تاني غير لما تحط الباسورد، وانت اللي المفروض عامل الباسورد ده، انت الوحيد اللي عارف، فاهم؟ ما اصل في اطفال كتير قوي بتتفرج على الاب ده لانه مسلي جدا ومفيش تعقيد ومفيش حاجه، ممكن ما تعملش اكونت اصلا، تدخل تقعد تسوايب وخلاص، وتقعد تتفرج بقى على العيال اللي بتعمل ليبسنج وحاجه، يعني هيتعلم بقى ويقعد بقى ايوه انا عاوز اعمل ليبسنج، هدفي في الحياه الليبسنج ده، اظبطه بس كده، واضاءه من اللي هي بتحرق الوش مش بتحمره، عارف انت، والقميص مفتوح، وترانسفورميشنز بقى ليل ونهار، تحويلات بقى من فوق ومن تحت ومن التيشيرتات بتتلم. برضه لو انت خلاص بقى يعني هتقدم محتوى على التطبيق ده وخلاص وجامد وكده، فانت برضه عندك حاجات كتير قوي تحميك وتخلي فيه سيستم كده للتعامل، حاجات كتير بديهيه زي ان انت تخلي ناس معينه مثلا تبعت لك رسائل، توقف التعليقات، تخلي ناس معينه تتعلق، تخلي ناس معينه تعمل معاك دويتو مش اي حد كده، تخلي الفيديوز اللي انت بتعمل لها لاف دي ليك انت بس. بس في اوبشن كده محدش باخد باله منه، هو ان انت لو عملت كل موضوع الليميتيشن ده، لو التعليقات موقوفه بقى والفيديوهات بتظهر للناس معينه والكلام ده كله، وانا اقدر اعمل داونلود للفيديو، ما هدون الفيديو اخليه معايا، والله عملته برايفت بقى، ما عملتهوش، علقت ما علقش، معايا الفيديو يا باشا. فانت ممكن برضو توقف الموضوع ده عادي جدا عن طريق انت تدخل على الثلاث نقط، تدخل على الخصوصية او البرايفسي، وهتلاقي اوبشن تحت ان انت توقف الداونلود للفيديوز بتاعتك، مش هيبقى فيه الزرار بتاع الداونلود ده، مش هيبقى موجود اصلا. حاجتين في الاخر بقى كده بديهيين قوي، عشان برضو الناس المبتدئة لسه في تيك توك مش فاهمة في الدنيا قوي، فانت لو مبسوط بالاب قوي في البداية، طبعا دي بتبقى حلاوة البدايات بس، فهتبقى مبسوط قوي وعاوز بقى تشارك الناس والناس اللي بتعمل ومتحمس وكده، بس مش عارف تعمل ده ازاي. بكل بساطة وانت فاتح الفيديو كده هتلاقي تلات نقط في الجنب، اضغط عليهم، هيجي لك بقى الداونلود والنوت انترستد والكلام ده كله، وهتلاقي اوبشن ان انت تدويت مع حد، يبقى انت في نص وهو في نص، وانتوا الاثنين بتردوا على بعض في حاجه معينه، هو مثلا كان بيعمل برضو. لو انت عاوز تعمل حاجه اسمها رياكت بقى، يعني في فرق بين الدويت والرياكت، الدويت زي ما قلنا حاجه انت بتشترك فيها انت وهو، لكن الرياكت هو عامل فيديو وانت بترياكت عليه وبيبقى ليك رده فعل عليه. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للحاجات اللي انا عرفتها في تيك توك، وعلى فكرة بستخدم الاب ده من زمان قوي يعني، بس بحاول انا لمت نفسي عليه. انا بريء من اي استخدامات غلط للاب ده والله، لحد ما نشوف بقى المستقبل هيبقى عامل ازاي. انا بس حبيت اوضح شوية حاجات كده بنية صافية وجميلة واستخدامات لذيذة بس. لو عجبكم الفيديو بقى كده متنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، علشان الناس تعرف ازاي بتستخدم الاب، ونعرف ندي اهمية للمحتوى انه وما نديش اهمية للمحتوى انه، ونحافظ كده على الابس اللي عندنا، والله هيبقى اب حلو وهيبقى ليه مستقبل. يلا سلام.